بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق شوط من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا قبل الأخير وهو شوط الحادي عشر ما شاء الله، شوط الأبكار، شوط له ثقله ووزنه، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين اللي في المركز الأول، خيره لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري النغلة، على جو خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري ثاني المراكز، بينما اللي في المركز الثالث هناك من الجانب الثاني الضبي عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيع الفلاسي النقلة على المركز الرابع من تأتين الشاهينية، الله يراعي مهيضنا بدر بن ناصر بن سالم بن مردد، وفي المركز الخامس السيد علي بن سيف بن محمد الكعبي هناك شعارة من الجانب الثاني، بينما اللي في المركز السادس هنا من تأتين رزين السيد اللي في سادس المراكز اللي هي أيها نعم رزين على سادس المراكز سلطان بن علي بن سيف الاجتبي، وفي المركز السابع هو جمره غانم بن علي بن حموده الظهري، وفي ثامن المراكز هناك ايها الاخوه اللي تاتينا سكون الهلال بن سعيد بن هلال الظهري، تاسع المراكز المدينه احمد بن عبد الله بن محمد الهلي، وفي المركز العاشر تاتي فيه بالحقيقه التماس خرف بن مطر بن علوان الاكتبي. ها هي كانت النتيجه ايها الاخوه للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء تمام، هكذا كانت النتيجه للعشره المراكز، ذعناها عليكم كامله ومكمله هنا مع اللي في المركز الاول، غيرت جو، سيطرت على المركز الاول، تسبح بجوها وعرضها الممتاز حتى هذه اللحظه لخليفه بن عبيد بن خليفه الحميري النقله هناك على المركز الثاني، من تأتي خيرة فيما اختارها الله إن شاء الله، هل سوف تبقى ولا سوف تتقدم؟ عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري ما شاء الله على ثاني المراكز النقلة هناك على مزنه، ولا مزن السعيد بن سيف بن محمد الكعبي ثالث المراكز، انتقل وياكم إلى المركز الرابع جمرة للسيد غانم بن علي بن حمودة الظاهري، بينما المدينة خامسا أحمد بن عبد الله بن محمد الهلي، بينما اللي في المركز السادس تأتي رزين سلطان بن علي بن سيف الاجتبي، وفي المركز السادس عفوا سابع المراكز هناك اللي هي شعار بن الحميري، شعار الحميري على ظهر مشعل لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري، هو من يتواجد بالضبيه، تقترب الى سابع المراكز ما شاء الله سعيد بن محمد بن غلبان بن حزيم، وفي المركز الثامن هناك التماس خلف بن مطر بن علوان، تاسع المراكز مزن لسيد علي بن سيف بن محمد الكعبي، وفي المركز العاشر وصل شعار رشده، وصل شعار نزوه بقول شعار نزوه هنا مع من السيد المدينه العلي بن عبيد بن علي بن رشيد الاجتبي ما شاء الله، هكذا يعني كانت النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، ونذهب الى الصداره، نذهب الى المركز الاول، خيره بشعارها المختار بأدائها الجميل للسيد عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، ولكن ظبيه بدأت تقترب أيها الإخوة، ظبية الناموس مع عنوان الناموس سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم، رزين يا رزين، هل سوف تتصدر رزين للسيد سلطان بن علي بن سيف الاشتيبي، وصل شعار بن حمودة الله للسيد غانم بن علي بن حمودة الظاهري على ظهر جمرة، اللحظات الأخيرة خيرة مسيطرة صامدة خيرة، ولكن جمرة بدأت تغير جمرة على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن، الشعار العيناوي تفوق حتى هذه اللحظة على المركز الأول، ولكن رزين اللحظات الأخيرة سلطان بن علي بن سيف سلطان بن علي بن سيف الاشتبي، ولكن خيره وجمره لغانم بن علي بن حموده الظاهري هي من تتفوق، تهانينا والناموس خيره في المركز الثاني لسيد عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المركز الثالث، مطر بن علي بن علوان المركز الرابع ايها الاخوه، سلطان بن علي بن سيف الاشتبي ظبيه، خامسا لسعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالهواء تمام، 4 دقائق 39 ثانية 85 جزء الثاني هو التوقيت الجميل لهذا الشوط.